أوستن أكبر مدينة بولاية تكساس ورابع أكبر مدينة بالولايات الأمريكية المتحدة، وتعرف هيوستن بمدينة مكسيكية الهواء نظراً أنها كانت مدينة مكسيكية وحصلت عليها أمريكا بفترة الحرب. المركز الأمريكي اللبناني للثقافة بهيوستن المهرجان اللبناني. هالمهرجان استقبل أكثر من 10,000 شخص استمتعوا بالأجواء اللبنانية الرائعة. موجودة بالجانسون سبيس سنتر هيوستن التابع للناسا. هيدا المركز هو المسؤول عن تدريب رواد الفضاء وعن التحكم بالمهمات الفضائية.